سعد الصغير واقع وقعة صعبة قوي وعايش في دوامة بقاله حوالي شهر، وكل ده بسبب الستات، مرة مراته ومرة طريقته، وشوية يتعمل له محضر وتهديدات وسب وقصف وكلام صعب رايح جاي. ايه اللي عمله سعد الصغير في كل الستات دي عشان يعملوا معاه كده؟ من كام اسبوع راحت طليقة سعد الصغير اللي اسمها رانيا صالح عملت له محضر وقالت فيه ان هو ومراته برلنتي عامر اتعدوا عليها بالضرب واقتحموا بيتها وهددوها بالأذية، وطلبت في المحضر انه ما يتعرضش ليها تاني لا هو ولا مراته بعد اللي عملوا فيها. رانيا طبعا وكلت محامي عشان القضية، واللي قال ان سعد الصغير لسه بيهددها لانها كانت متجوزة وانفصلت عنه من حوالي 4 شهور، وهو عايز يرجع لها وبيبعت لها رسائل وفويسات وحاول كتير يرجعها وهي رافضة، وهو شايف انها لسه مراته وصمم على كده ومش راضي يسيبها في حالها مع انهم انفصلوا رسمي. عشان كده هي جريت على اسم شرطة الهرم وعملت له محضر، وفضلت خناقة سعد الصغير وطليقته رانيا صالح بقالها شوية أسابيع مليانة تفاصيل وكلام رايح جاي وتهديدات من سعد لطليقته، لحد ما قررت تعمل مؤتمر صحفي عشان تطلع تفضح سعد وتقول هو بيعمل ايه، لكنه هددها تاني بابنها لو عملت كده، وقالت ان اللي مقوياه عليها كده هي مراته الحالية برلنتي عامر. قصة تانية كبيرة في حياة سعد الصغير، هي رقاصة وعرفها في الكباريه وقرر يتجوزها، لكنها ست مش سهلة بقى، وكلنا شفناها معاه في فيديو من يومين وهم بيتصوروا لابسة فستان جريء جدا ومش هممها جوزها اللي كان بيحاول يعدلها الفستان ويغطيها، لكن هي مش عاجبها. برلنتي هي كمان قلبت على سعد الصغير وطلعت النهاردة فضحته على انستجرام وقالت انهم انفصلوا بسبب واحدة تانية يعرفها، وكتبت وقف النصيب لحد الخيانة وشكرا انا بنسحب، وياريتها حاجة تستاهل ولا حاجة نظيفة. مش بس كده، دي نشرت شوية صور ليها ولسعد وعملت له فيديو على اغنية اتحداك، شكله كده عك جامد وهي قفشته. ودي مش اول مرة ينفصل فيها سعد وبرلنتي، لكن من فترة سابوا بعض وهي طلبت حقوقها وحصلت بينهم خناقة وضربوا بعض، وكمان سعد طاردها بعربيته وعملوا حادثة ومسكوا في بعض هما الاتنين، وهما الاتنين اتهموا بعض ببلاوي كتير. هو قال انها سرقت جواز سفر وخدت منه 75,000 جنيه، وهي قالت انه اتعدى عليها بالضرب وعمل لها اصابة في الانف، ودخلوا في قضايا ومحاكم، وبعد كل ده رجعوا لبعض تاني وكانوا عايشين مع بعض الفترة اللي فاتت، لحد ما هي طلعت النهاردة وبهدلته قدام الناس على انستجرام. سعد الصغير ما بيحرمش وكل ست يتجوزها بيبهدلها معاه، وحظه ان كل الستات اللي وقع فيهم مش سهلين ودخلوا معاه في مشاكل وخناقات وقواضي، وبقت حياته عبارة عن كابوس بسبب العك اللي بيعمله معاهم. ده كمان كان متجوز الراقصة الشمس المغربي، والناس عرفت الجوازة دي لما انتشر فيديو لسعد الصغير وهو بيبوس رجلها وهو طالع نفى، لكن هي اتحدته وأكدت خبر جوازهم. وشمس كمان دخل معاها في حوارات وطلع سعد الصغير في لقاء تلفزيوني واعترف بجوازه من شمس، واتهمها انها سرقت منه 4 مليون جنيه، وهي قالت انه اجبرها على الاجهاض وهي حامل في بنتها في 6 شهور، وحصل لها مضاعفات وتعب كتير واثر على صحتها، وحصل بينهم خناقات كتير وضربته في العربيه بالقلم، وطلعت فضحته على الانستجرام وقالت ان كل كلامه كذب. وكمان شمس المغربي بعد ما سابت سعد الصغير اتجوزت واحد تاني وقالت انها عملت كده عشان يحميها من سعد، علشان كان لسه في مناوشات بينهم ومش عارفة تخلص منه. كمية حوارات رهيبة عايش فيها سعد الصغير بسبب الستات والفلوس، ومش عارفين هو عايز ايه بالظبط، ودخل في قضايا كتيرة وحياته كلها مشاكل وقلق وقضايا وستات. أما بقى مراته الأولى أم عياله هي نور الهدى، دي ست هادية وعاقلة وفي حالها ومرضيتش تنفصل عنه عشان مصلحة ولادها وحياتها. سعد عنده 3 ولاد وبنت، وهما محمود ومحمد الشهير بتوتي، وده بيحب كرة القدم جدا، وكمان عنده منة وأصغر واحد أحمد. يا ترى مغامرات سعد الصغير دي هتنتهي على إيه؟